السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم حضورنا الكرام. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نرحب بالسيدة معالي وزير الشؤون الاجتماعية والسيد العقيد وكيل الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية، وكذلك السادة مندوبي الجهات المعنية والمشاركة في حملة مخاطر استعمال الألعاب النارية. كما نرحب بالسادة مدراء المراكز والمؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والسادة مدراء وزارة الشؤون الاجتماعية والموظفين والإعلاميين. تعتبر ظاهرة استخدام الألعاب النارية والمفرقعات من الظواهر السلبية المنتشرة في مجتمعنا الليبي، ورغبة التحذيرات الصحية والاجتماعية من هذه الظاهرة ومن خطورتها، فإن بيعها ما زال أمام مرأة ومسمع من الجميع، حيث يقوم بائعوها بتوفيرها وترويجها لمن يرغب فيها كبارا وصغار. السادة والسيدات، بداية نبدأ هذه الندوة على بركة الله بآيات بينات من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا الشيخ فاضل معروف، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا للشيخ فاضل معروف عضو اللجنة مكافحة مخاطر استعمال الألعاب النارية. للغلاب يا شباب إنما الدنيا كفاح للوطن. السادة والسيدات لنقف إجلالا للنشيد الوطني يا ميلاد. بمناسبات الأفراح والأعياد الوطنية والدينية. وباتت هذه المواد تشكل خطر ليس على مستخدميها فقط بل كذلك على الآخرين المتواجدين في محيط استخدامها، لما تسببه أحياناً من حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة، كما تحدث أضراراً في الممتلكات جراء ما تسببه من حرائق إضافة إلى التلوث البيئي. أيها الحضور الكريم، لا يخفى علينا وعليكم إن الإسلام وهو ديننا الذي نستقي منه الأوامر قد حرم أي نوع من الأذى للآخرين مهما صغرت، حيث قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. ويقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن فأذية المسلم حرام مهما كان نوعها ولو بكلمة نابية، فما بالك بمن يؤذي المسلمين بالمتفجرات والمفرقعات تحت ذريعة الألعاب النارية بمناسبة المولد الشريف. ألا يعلم ذلك الأفاق أنه قد ارتكب عدة جرائم، منها تلويث الهواء، أي إن البيئة تصبح غير صالحة للعيش، وضياع للمال وهو جزء من اقتصاد الوطن، وأعان الكفار على تمرير بضائعهم المهلكة لأنهم هم المصنعون لها، والأصوات المجعزة التي تجعز المرضى والشيوخ والأجازد والأطفال، وكذلك ما يسببه من أذى.
تنبيه.